أعزائي طلاب المرحلة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة لهذا اليوم نحن نتحدث عن موضوع نوعا ما مهم وبرز بالآونة الأخيرة، مع الأسف برز لأسباب، لأنه استخدامه قد زاد حاليا، لأنه نسبة حدوث السرطان مع بالغ الأسف قد بدأت تزداد بشكل كبير وملحوظ حول العالم، مو في مكانه. قبل كنا نقول بس بالدول المتقدمة نتيجة الحياة اللي عايشيها واللايف ستايل والستريس و حاليا موجود في كل أنحاء العالم، ولهذا برزت أهمية الموضوع اللي راح نحكي عليه اليوم، اللي هي التيومر ماركرز. التيومر ماركرز شنو؟ هي البايو كيميكالز اللي تكون مرتبطة بحدوث سرطان معين أو مرتبطة بحدوث السرطانات. يعني شنو؟ اللي يعني تنفرز من السرطان نفسه عندما يحدث في الجسم، أو الجسم يفرزها وتكون الليفل مالتها كل سيجنفيكنتلي عالي نتيجة حدوث السرطان. يعني بالحالات الطبيعية إذا ماكو سرطان أو الجسم هو أصلا نظيف ما في أي مشكلة، فهذن الماركرز ما موجودة، أو إذا كانت موجودة فتكون ضمن الليفل الطبيعي. النقطة الأساسية اللي لازم نحطها ببالنا إن هذين الماركرز هي مو اللي نعتمد عليها 100%، حتى نقول إنه إكس أو واي هو عنده أو عندها سرطان، بس هي سبورتيف. يعني شنو؟ يعني سوينا الميديكال هيستوري، أخذنا والفيزيكال إكزامينيشن، وأخذنا السونار والسي تي سكان وغيرها والإكس راي، فردنا نتأكد 100%، نسوي هاي التيومر ماركرز. يعني هي تسند التشخيص الأساسي أو الأساليب الأساسية اللي نستخدمها بالتشخيص، بعدها ما نعتمد عليها. النقاط الأساسية اللي لازم تتوفر بكل ماركر حتى نحسبها ideal tumor marker، أول شيء highly specific، يعني شنو؟ أن تكون مرتبط بنوع معين من السرطان، مو ترتفع ويا أي سرطان، هذا ما راح يخدمنا هواي. sensitive يعني بالحالات الطبيعية، أو في الحالات اللي هي مثلا الأورام الحديد الحميدة اللي يسموها البنايين تيومرز، هنا لازم ما تصعب وتظل ضمن النورمال رينج. الليفلز مالتها correlated with the tumor أو الكانسر، يعني شنو؟ كل ما يتضخم السرطان ويصير بميتاستاسيز ينتقل إلى مكانات أخرى من الجسم، لازم تركيزها أيضا يصعد، يعني أكو علاقة طردية مع تقدم حالة السرطان. النقطة أيضا الأساسية والمهمة أن تكون cheap test، يعني إحنا مو نجي نصرف ملايين لنجي نسوي لنا كيت حتى نستخدمه لمريض واحد، لأنه هذا كلفة صرمته كلش عالية، فمو كل المرضى يقدرون يستخدموه، ولا كل المستشفيات تقدر تشتري، ولا حتى كل الدول أيضا تقدر تشتري. easily obtain specimens، يعني حتى نسوي run لهذا التيست لازم المتطلبات مالته سهلة، مثل ما قلنا لازم الكيت رخيص، بالإضافة إلى إنه اللي نحتاجه حتى نسوي رن أيضا متوفرة وسهلة الحصول عليها، يعني عينة من الدم أو من التيشو، مو شغلات جدا معقدة ومتقدمة نحتاج لها مختبرات وناس أخصائيين بدرجة كلش عالية. النقطة السادسة إنه تكون يوضح الريسبونس تو ذا تريتمنت، يعني من نبدي كيموثيرابي أو راديوثيرابي والكانسر بدأ يستجيب، يعني يصير بشرينكينج يتقلص الحجم مالته، فشي قطعي ومؤكد إنه هاي الماركرز أيضا لازم تقل، لازم تكون بهالشكل هذا. indicator relapse during the follow up period، يعني أيضا لازم تكون فعالة ومفيدة أيضا بتشخيص إذا المرض عاد مثلا بعد انتهاء الكيموثيرابي
وعاد وبدأ يتضخم من جديد. المفروض هالمركز أيضا تبدي تصعد. فالنقاط الأساسية طبعا احنا مستحيل نلقي كل المتوفرة، بس على الأقل معظمها لازم تكون موجودة. أو بس يقول عاد احنا ليش نحكيها؟ احنا لازم نذكر عندنا النقاط حتى تصير واضحة، وما يصير تتوفر واحدة أو اثنين من عندنا وتعتمد عليها. لازم غالبية هالنقاط تكون متوفرة. بس ما انت تقول لي انه هي متوفرة بهم كلهن، لا لازم اكفد واحدة بس، واحدة نوعا ما تكون متوفرة. يعني مثلا فالستة من دني متوفرة، والنقطة السابعة هي نوعا ما متوفرة هناك، فتنقبل بهذا تيومر ماركر. This advantages of the tumor markers. أول واحدة lack of the reliability، يعني ما نقدر نعتمد عليها، إنه هي مو دقيقة بشغلها وما مرتبطة ارتباط مباشر بنوع محدد من السرطانات. البروتين أو هو هذا الماركر اللي هو كل شيء أنت لازم تحط ببالك، إنه الإنزيمز والهرمون ومعظم الإنتاجات اللي موجودة بالجسم اللي تنفرز هي بروتينز بالأصل، أو نرجعها إلى كونها بروتين. فإذا كانت هذه البروتينات اللي تنتج هي دي تختلف من شخص إلى آخر، يعني بشكلها وبتركيزها، and تختلف من one tumor cell to another، and حتى بين الخلايا الطبيعية دي تختلف. فهذا هاي تكون غير مفضلة، ولا يفضل أن تستخدم كتيومر ماركر. اثنيناتهم النورمال سيل والكانسر سيل كان produce most of the tumor markers، يعني بالحالتين عند تصعد، في حالة وجود سرطان أو لا اثنيناتهم عند تصعد. إذا كانت التيومر ماركر ما تصعد بشكل ملحوظ بداية to the early stage of the cancer، يعني أول ما يبدي تكون أقل طبيعية وما بأي تغيرات بالليفل مالتها أيضا لا تفضل. في حالة إذا أكو أورام حميدة المفروض أن الماركرات يعني من صار تغير بالليفل مالتها، فإذا صار تغير حتى مع الأورام الحميدة فإذا هاي تعتبر كديس أدفانتج ولا تفضل أنها تستخدم. People with cancer may never have elevated tumor markers in their blood، يعني الأشخاص نفس النقطة تقريبا اللي دا يعانون من السرطان نلاحظ ان هاي الماركرات ما تاخذ اي ريسبونس، يعني تظل ضمن الرينج الطبيعي. Even when the tumor markers are high they are not specific enough in order to confirm the specific of the presence of cancer، يعني ان ذن الماركرات هي ما هو من ذن النقاط نوعا ما تتكرر، بس هي بس للتوضيح لكم انه هاي الماركرات انه ما مرتبطة ارتباط دقيق ومباشر بنوع معين من السرطانات. ولهذا نلاحظ ان اذا حصلنا مثلا فلان ماركر رمز اكس مثلا صعد بشكل مو طبيعي عند شخص معين، بس نلاحظ ان هذا الماركر هو ما صعد بس وين حدث هذا السرطان، يعني احتمال حالات اخرى يسبب ايضا ارتفاعها. فهي تعتبر كديس ادفانتج، يعني it is not specific and sensitive. تصنيف الماركرز أو التيومر ماركرز حسب التايب مال المولكيول. هنا حسب المولكيول مالتها مصنفيها. أول واحدة enzymes or isoenzymes، example ALP و PAP. أنا ما راح أذكر لكم الأسماء مالتها كاملة ALP و PAP، أنت تقدر إذا تريد تعرفها تحطها بس بالجوجل وتكتب ALP enzyme or isoenzyme راح يطلع لك. لسبب انه اذا اطلبها من عندك راح يكون الاسم جدا طويل عليك وصعب تحفظه، ومعظم هي التحاليل اللي انت راح تشوفها بالطابلات مال المريض هي تنكتب كمختصرات مثل ما محطوط هو هنا مختصرها الطبي. الهرمونز مثل الكالسيتونين، انكوفيتال انتيجين مثل الاي اف بي و سي اي، ميوسين اند اذر جلايكوبروتينز مثل السي اي 27.29، ريسبتورز بالنسبة هي مثل الاستروجين والبروجسترون. الجينيتك تشينجز اكو قسم من الجينات يحدث بها ميوتيشن مثل البي ار سي اي 1 اند 2 اللي تتغير من موجودة اكو بريست كانسر اوفيريان كانسر. بروتينز مثل البي سي اي
ميتوكوندريال ماركرز واكو نيو موليكولار ماركرز مثل البي 53. فهنا تتبع التصنيف هذا تتبع طبيعة الماركر هو أصلا، وبناء عليه يتم تحديد الكيت اللي يستخدم لتحديد هذا الماركر. هسه راح نتناول بعض السرطانات المنتشرة في العراق والماركرز اللي نستخدمها من أجل تشخيص أو لتحديد استجابة هذا المرض السرطاني والعلاج. أول واحد البريست كانسر، أكو ثلاثة تيومر ماركرز تستعمل. أول واحدة الكانسر أنتيجين 15-3 والكانسر أنتيجين 27.29 and كارسينو إمبريونيك أنتيجين CAE. هذين ميزاتنا ثلاثة تستخدم لتحديد شلون الكانسر ريسبونس للكيموثيرابي، ايضا تحديد الستيجز اللي دي البروجريس مال الكانسر في تضخمه والميتاستاسيس له، بس لا تستخدم لتحديد الريكرنس احتمالية ان يرجع بعد انهاء العلاج، او ما يمكن انه تستخدم او لا يفضل انه تستخدمه ما يمكن في حالة الايرلي ستيجز. فهذا عادة مثل ما قلت يستخدم في حالات الكانسر يكون بي ادفانس حتى نعرف انه صار لي ميتاستاسيز لو لا، واذا كان اكو بوزيتيف ريسبونس من الكانسر للكيموثيرابي او راديوثيرابي او نوت. اول تيومر ماركر راح نحكي عنه في حالة البريست كانسر هو الكانسر انتيجين سي 15-3. هو بروتين ينتج بشكل طبيعي باي نورمال بريست سيلز. واحد راح يجي يسأل الأعداد شنو من البريست سيلز تنتجه، هي تنتجه بس هو ضمن ليمت معين او ضمن ليفل معين. فالباحثين والاطباء قد لاحظوا انه الاشخاص اللي يعانون من البريست كانسر هذا الانتيجين راح يصعد بشكل لا مو طبيعي specifically بالادفانسد ستيجز اند ميتاستاسيس، يعني من يكون الستيج مال الكانسر متقدم او من يصير بميتاستاسيس ينتقل الى اعضاء اخرى من غير الثدي، يعني يروح مثلا للدنك للرئه او للبون مارو الى العظام. للبون او البون بون مارو يعني هو راح ينتقل للعظم يعني الى نخاع العظم. فلاحظوا ان هذا سي اي 15-3 والسي اي 27.29 هي اكثر انتيجينز او بروتينز اللي راح يكون سهل انه نشيكها ونلاحظ انه ارتفاع جدا شديد في حالة الادفانس والميتاستاسيس بريست كانسر. بس لازم نحط شغلة بالنا انه هذا السي اي 15-3 هي ما سبب السرطان، هي تكون مرتبطة بانه انتاجيتها والليفل مالتها يزيد من يتقدم السرطان بحجمه ومن ينتقل الى اعضاء اخرى. وبنفس الوقت لازم نحط انه نسبة ارتفاع هذا صحيح جدا عالية، بس هذا ما يعني في كل الحالات، يعني اكو ناس يعانون من سرطان الثدي وبي ادفانسد ستيج او حتى ميتاستاسيس، بس السي اي 15-3 ما ارتفع على المستوى الطبيعي، بس لا زال هذا يستخدم كانتيجين لان حساسيته وتخصيصه لهذا السرطان عالية وجيدة. ومثل ما قلت ان احنا التيومر ماركرز اللي نلقيها هي عادة ما نستخدمها حتى نقول ان هذا المريض هو به سرطان الثدي او اي نوع اخر، يعني ما راح نعتمد عليها كفيرست ستيب للتشخيص، وانما هي سبورتيف حتى تسوي تأكيد لبقية الطرق او الاساليب اللي استخدمناها للتشخيص. السؤال هسه ليش نستخدم هذا او ليش نقيس السي اي 15-3؟ مثل ما قلت هذا انواع الانتجين هي ما تستخدم فور ذا ايرلي دايجنوزيس
أو breast cancer at early stages، وإنما يوضح الريسبونس مال الكانسر للتريتمنت سواء كيموثيرابي أو راديوثيرابي بالتقدم البروجريس مال الكانسر من حيث الحجم والميتاستاسيس إلى مناطق أخرى. ميزة الليفل مالته يعني يتناسب بشكل طردي ويا حجم السرطان، كل ما يزداد حجم السرطان كل ما الليفل مال هذا الأنتيجين راح يصعد بشكل ملحوظ. بس المهم نخليه ببالنا ان هذا مثل ما قلت الانتيجين او الماركر تيومر ماركر ما نستخدمه بس كانديكيتر وحيد حتى نقول ان هذا الشخص او هاي المرأة تعاني من البريست كانسر، لازم يكون يرتبط بتحاليل اخرى او اساليب اخرى للتشخيص حتى نسوي كونفيرم 100%. الرفرنس رينج مالته لازم يكون بالحالة الطبيعية less than 30 unit per mil. الارتفاع مالته من يصعد عن هذا أو الماكسيموم ليفل مالته هو يعتمد حسب الكيت اللي دا نستخدمه أو التكنيك اللي دا نستخدمه بيه القياس، بس هو عموما من يصعد عن هذا الليفل إنه أكو خطأ، وخطأ يعني أكو مشكلة إذا تحدث هي عادة سرطان ثدي. بس راح نحكي عن second breast cancer tumor marker اللي هو CA27.29. هذا التيومر ماركر أو أنتيجين الأبحاث أثبتت إنه أكثر sensitivity وأكثر علاقة بالبريست كانسر من CA15.3 أو داش 3 بنسبة 80%، ولهذا يعتمد عليه هواية حتى نأكد إنه هذا المريض أو هاي المريضة هي تعاني من سرطان الثدي. بس لازم نحط ببالنا إنه هذا الأنتيجين مثل ما قلنا هو مو سكرينينج تيست، يعني ما راح يقول أو البروسيس اللي راح ناخذه حتى نقول والله هذا المريض أو هاي المريضة عندها بريست كانسر. لا حد يقول لي أنت تقول هذا المريض شو البريست كانسر يحدث بين المرض؟ يس يحدث بنسبة ضئيلة جدا بس لا زال يحدث، وأنا شفت هذا خلال دراستي مع الدكتورة واحدة من المرضى اللي يعاني من سرطان الثدي اللي طلعت على الفايل مالته هو ميل وعنده سرطان الثدي يحدث بس بنسبة ضئيلة بس لا زال يحدث. فنعود للمحاضرة هنا CA27.29 ما يستخدم حتى كفاست ستيب از سكرينينج تيست حتى نقول هذا المريض او هاي المريض عندهم براس كانسر. مثل ما قلنا بالبداية هي عوامل مساعدة لتأكيد انه هذا المريض او هاي المريضة عندها براس كانسر. بالاضافة للبراس كانسر قد يلاحظ انه هذا الليفل مالته يصعد مع سرطانات اخرى مثل الاوفيريان كانسر او الكيدني والليفر، لازم نحطها ببالنا. بس هو هذا أكثر شيء مرتبط بالبريست كانسر. السؤال هسه إذا هو مو سكرينينج تيست راح نستخدمه لشنو؟ الطبيب يطلب إنه نأدي أو نسوي هذا التحليل للأسباب التالية. أولا حتى نشوف إنه هذا بأي ستيج وصل، وصار بميتاستاسيز لو لا، انتقل إلى أعضاء أخرى أو لا. الريسبونس للتريتمنت إنه الكانسر بيصير بشرينكينج لو لا. النقطة الثالثة إنه ورا ما خلصنا الكيموثيرابي هذا الانتيجين يساعدنا ان نعرف انه صار ريكرنس للكانسر عاد مرتلخ او لا. الرفرنس رينج مالته اللي هو لازم يكون اقل من 38 يونت بير مل مثل ما قلنا بالسي اي داش سي اي 15-3. هنا ماكو ابر ليمت لانه يعتمد على التكنيك والكت اللي نستخدمه، بس عموما هو من يصعد عن هذا الليفل 38 يونت بير مل يعني اكو مشكلة، والمشكلة احتمال كبير تكون هي بريست كانسر. هسه نجي نحكي عن ثيرد بريست كانسر تيومر ماركر اللي هو كارسينوم امبريونيك انتيجين سي اي اي. هذا الماركر يعتبر واحد من اكثر التيومر ماركرز اللي يستخدم بيه الكلينيكال براكتس. ليش؟ لانه مرتبط بعدة سرطانات منها البريست كانسر واللانج والكولوركتيكال جي اي تي كانسر.
في حالة البرايس كانسر، ارتفاع هذا السي اي اي هو مو للسكرينينج او للدايجنوزينج، هذا يعطينا نقطتين. اما انه هذا البرايس كانسر ده يستمر بالتضخم وما ده يستجيب للعلاج، او ريكرنس حدث للكانسر بعد التريتمنت، فهاي النقطتين لازم نحطها ببالنا. النورمال ليفل مات هو 3 نانو جرام بير مول، فأي ارتفاع أكثر من هذا يعطينا إنديكيتر مثل ما قلت إنه أيضا إنه هذا الكانسر البرايس كانسر ما دا يستجيب للكيموثيرابي اللي أعطيناه، فبهاي الحالة لازم يبدل أو الدوز يزيد أو السكيدجول يتم التأكد أكو فد شورتج هناك، أكو فد نقطة تأثر على العلاج والريسبونس مال الكانسر لهذا العلاج أو ريكرنس حدث له. بالإضافة إلى ما ذكر أنه CAE مرتبط بعدد من السرطانات وهو most widely used tumor marker in clinical practice، أكو عوامل أخرى قد تلعب دور بين صعد الليفل مالته أكثر من النورمال أكثر من 3 نانو جرام بير مول، واللي هي الانفكشن والسيروسيس كرونيك سموكينج اند انفلاماتوري باول ديزيز الاي بي دي. بس لازم نحط ببالنا ان ذني الفاكتورات صعد اكثر من 3 بس اقصى شيء توصل الى 5 نانو جرام بير مول، بينما من يكون سي اي ليفل واصل لل 20 فهذا انه اكفر مشكله اكبر من دنيا واخطر من دنيا. فبالإضافة ولهذا مثل ما قلت بالبداية هذين الماركرز احنا ما نستخدمها كفيرست ستيب او ما تسوي كونفيرم انه اول بداية انه انت عندك سرطان، لا هي تستخدم لتعزيز تحاليل اخرى. فبالنسبة للشخص اللي سي اي مالته واصل 20 نانو جرام بير مول، فاذا اكو ساينس سيمتومز ميديكال هيستوري فيزيكال اكزامينيشن كلها تقول انه هناك سرطان مثل بريست كانسر، فهاي النتيجة تعني يا اما انه حدث ريكرنس لهذا الكانسر افتر فينيش لتريتمنت او انه هايلي ادفانس وصار بي ميتاستاسيس، فهاي لازم الامور نخليها ببالنا حتى نفهم النتائج شلون نقراها ونحللها. هسه هنا خلص اول مرض اللي هو البريست كانسر. السلايدات القادمة رح ناخذ مرض كانسر جديد ونحكي عن التيومر ماركرز اللي متعلقة به. هسه رح نتكلم عن الأوفاريان كانسر. الأوفاريان كانسر مثل البرايس كانسر نوع من أنواع السرطان اللي منتشر مع الأسف بالعراق، وهو سرطان خطر ومعقد. المشاكل اللي تتصاحب وتترافق ويا هذا النوع من السرطانات انه يتم الدايجنوزز مالته في ليت ستيج، ليش؟ لان الساينز اند سيمتومز تكون جدا عادية وتشابه ويا هواي امراض، ومشاكل ما تبدي تظهر على المرأة المصابة الا في ادفانسد ستيجز، وهي في حالات قليلة النسوان أو النساء اكتشفت إن هم يعانون من هذا، أما نتيجة إن هم عندهم بالعائلة وراح تفحص من وقت أو إنه فحصت لشيء معين لمرض آخر ويعني بالصدفة اكتشفت إن عندها أوفاريان كانسر. فلهذا هنا تبين أهمية التيومر ماركرز للأوفاريان كانسر. ومثل ما قلت بالسلايدات السابقة إنه التيومر ماركرز هي مو الفيرست لاين ولا الفيرست ستيب اللي يقول انه هاي خلص انت عندك هذا الكانسر، هي مجرد supportive diagnosis اللي تأكد تحاليل اخرى وتقول انه هذا الشخص يعاني من فلان مرض او من فلان او من هذا السرطان. اول تيومر ماركر CA125 هذا يفيدنا بالdiagnosis، يعني انه هذا المريض هاي المريضة تعاني من الاوفيريان كانسر، وايضا من التأكيد او تشيك الاسسمنت اوف ريسبونس تو ذا كيموثيرابي اند اوسو تو مونيتور فور ذا ريكانس. اذا خلص الكيموثيرابي وان الكانسر ما موجود هذا التيومر ماركر يساعدنا بمعرفة اذا
سرطان أعراض حدوث أعراض مرض اللوخ، فهذا المركز يفيدنا. النورمال ليفل مالته نسبة 46 يونت بير مول، أكثر من هذا يعني أكو مشكلة، بس هاي المشكلة لازم نحطها ببالنا، لأنه مو يعني سرطان، لأنه الرحم في أحيان كثيرة تحدث به أورام، بس أورام حميدة أيضا تسبب مشاكل بأن يرتفع هذا التيومر ماركر، يعني هذا مثل ما قلت هو مو الفيرست ستيب. فبهاي الحالة أكو الميديكال هيستوري الفيزيكال اكزامينيشن والبايوبسي، اللي راح ناخذ عينة أو نزعة من هذا الانتفاخ أو الورم اللي هناك حتى نعرف إنه هذا بنائن أو مالجنات، حميد أو خبيث. التيومر ماركر الثاني الألفا فيتو بروتين، هذا يكون موجود بنوع معين من سرطانات الرحم والأوفاريان، جيرم سيل كانسر. هنا يفيدنا حتى نحدد الستيج والبروجرس مال الديزيز والريسبونس تو ذا تريتمنت. النورمال رينج معظم المصادر تقول من 10 الى 20 نانو جرام بير مول، بس نحسبها من 0 الى 10. ميزة هذا التيومر مارك انه مو بس يصعد على هذا النورمال رينج، بس يصعد جدا هواية، احيانا لازم يحسبوه اكثر من 400 نانو جرام بير مول، بس يحسبوه اعلى 500 فما فوق، يلا يقولون ان هذا انديكيشن فور اوفيريان كانسر. النوع الثالث من الاوفيريان كانسر تيومر ماركر اللي هو بيتا ات سي جي، هذا ايضا يستخدم للاوفيريان جام سيل تيومر للبروجريشن والريسبونس تو ذا تريتمنت، تحديد ايضا الستيج. النورمال رينج مالته امونج نون بريجننت عاده اقل من 5 يونت بير مول، اكثر من هذا يعني انديكيشن ان هناك اوفيريان كانسر. HE4 تيومر ماركر هذا يعتبر جدا مهم وجدا حساس للأوفيريان كانسر، حتى أكثر حساسية من CA125. أيضا يستخدم to assess the response to the treatment and to monitor the recurrence، مع الحالتين يعني هو أكثر تميز أو أكثر فائدة من CA125. النورمال رينج مالته أقل أو يساوي 140 بايكوموز بير لتر. التجارب أثبتت أنه 60% من النساء اللي يعانين من الأوفيريان كانسر هذا الليفل مال HE4 يرتفع بأكثر من 25% من النورمال ليفل مالته. الماركر الأخير اللي هو CAE، إذا تتذكرون من كنا نحكي بالبريست كانسر قلنا هذا التيومر ماركر يستخدم في widely used in clinical practice، لأنه يرتبط بعدد كبير من السرطانات، ولهذا يستخدمونه بالتشخيص في حالات متعددة. normal range مالته مثل ما عرفنا من breast cancer هو أقل من 3 نانوغرام بير مول. among the non-smoker people، من السموكر يكون عادة أقل من 5 من حسب النورمال. في حالة الأوفيريان كانسر هذا راح يصعد أكثر من 20 نانو جرام بير مول، فمن يصعد هذا أما يحدث أنه ماكو ريسبونس وصار بي بروجرس واحتمال ميتاستاسيس أو ريكرنس للكانسر. هسه خلصت التيومر ماركرز اللي متعلقة بالأوفيريان كانسر، راح ننتقل إلى نوع سرطاني آخر. النوع الثالث من السرطانات اللي راح نحكي عن التيومر ماركرز اللي تستخدم له هو البروستيت كانسر. البروستيت كانسر ايضا من الانواع الشائعه والموجوده تحديدا بين الميل جندر بين الرجال، واللي هو يحدث عاده من الايج 50 فما فوق، اللي ديتكتد اندر 50، بس هو بيه مشاكل عديده انه اسيمتوماتيك، يعني من يحدث بدون اي ساين عن سيمتومز إلى أن يصير في ستيج جدا متقدم يكون علاجه جدا صعب، وهو يسبب مشاكل كثيرة عند قابلية أن يسوي ميتاستاسيز ينتقل إلى العظام وأعضاء أخرى. لهذا هنا التيومر ماركرز تلعب دور مهم من أجل تحديد أن هذا المريض يعاني من البروستيت كانسر، أيضا لمراقبة ريسبونس مال الكانسر للعلاج. واحد من أهم هاي
الماركرز هو الـ PCA، اللي هو الـ Prostate Specific Antigen. هذا كلش حساس وفعال وسبيسيفيك للبروستيت، وأيضا نقدر نستخدمه كبريدكتور حتى نقول إن هذا المريض مستقبلا احتمال يعاني من البروستيت كانسر، بالذات دول اللي عندهم شغلة عائلية يعانون من البروستيت كانسر. نورمال رينج مالته هو عادة أقل من 4 نانوغرام بير مل، بس أكو تحديثات انضافت إليه بحيث أكو قسم الرفرنسات يقول أقل من 10 نانوغرام بير مل هو أيضا طبيعي، ولهذا نحسب من 4 إلى 10 نانوغرام بير مل طبيعي. أكثر من هذا معناته أن المريض يعاني من البروستيت كانسر. صحيح. الماركر الثاني هو البروستيت أسيد فوسفاتيز PAP. هذا واحد من الماركرات القديمة اللي تم الاستعراض عنها بالـ PCA، فحاليا لا يستخدم لا للتشخيص ولا لتحديد الـ Progression of Disease، بس في حالة إذا استخدم فإن الـ Normal Range مالته هو أقل من 2.1 نانوغرام بير مول. أكثر من هذا يعني أن المريض يعاني من الـ Prostate Cancer. النوع الثالث اللي هو الـ Prostate Specific Membrane Antigen PSMA. هذا نوع من الماركرات يستخدم لتحديد الـ Progression، يعني بأي ستيج وصل، عنده قابلية أن يصير ميتاستاسيز أو لا. هو ينفرز بشكل طبيعي بالحالات العادية من الـ Prostate، من الـ Prostate العادية اللي ما بها أي مشاكل، بس في حالة الكانسر اللي حيصحب جدا يكون 100 إلى 1000 فولد، يعني يصعد بشكل مهول، ولهذا لازم نحط ببالنا إنه من نجي في أعداد أو كميات هائلة، فإن هذا معناته المريض هو يعاني من سرطان البروستات. محاضرتنا لهذا اليوم قد انتهت، أرجو أن تكون استفادت من المعلومات التي ذكرت. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.